تحب تعرف ترتيب احسن الجامعات في تونس؟ تحب تعرف احسن اختصاص تمشي تقرا فيه؟ الفيديو هذا ليك. السلام عليكم يا شعب الانترنت، انا ياسر وهذه سيري التعليم في تونس. في تونس في هذا البلد صغير الحجم جغرافيا وقليل الكثافه سكانيا، وفي هذا البلد اللي كان التعليم من اهم اولوياته نلقاو اكثر من 200 مؤسسه جامعيه فرد بلاد، ومن ايزيتات لبريباويت الانستيتيوات الفاكات نلقاو اسامي مختلفه للمؤسسات الجامعيه في تونس. في الفيديو هذا باش نحكيو على ترتيب الجامعات هذه، لكن توا نحبكم تسمعوا مليح للرقم اللي باش نقوله توا. في تونس في 2019 في هذا البلد الصغير الحجم عندنا اكثر من 691 اختصاص التلميذ ينجم يتوجه له، معناتها ما يقارب 700 اختصاص يا ابو قلب. معناتها كالتلميذ تلقاه حاير في كتاب التوجيه، ما يعرفش فين يجي وفين يمشي، فين يقرا، شنو يقرا، علاش باش يقرا. وللاسف ما نلقاوش في بلادنا ترتيب واضح ومعروف يساعدنا نفهموا ترتيب احسن الجامعات واحسن الاختصاصات في بلادنا. هذاك علاش في الفيديو هذا لقيت لكم الحل، لقيت لكم دراسه معمقه عملها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تعطي فيها ترتيب لاحسن الجامعات واحسن التخصصات، يعني ترتيب واضح وشامل ودقيق يساعدكم تفهموا المؤسسات الجامعيه في تونس وترتيبها واني الاحسن. لكن قبل هذا كله كان كل مره تفرش قناتي على اليوتيوب سبسكرايب وانضم الى شعب الانترنت وانزل على الجرس. بهي اول حاجه في الفيديو هذا باش نحكيوا على الدراسه هذه وعلى المعيار اللي اخترناه باش نرتبوا المؤسسات، ومن بعد نعطيكم احسن 5 تخصصات واحسن جامعات في التخصصات هذه تنجموا تمشيوا لهم، ومن بعد نعطي رايي على كيفاش انتم تنجموا تختاروا الجامعات اللي باش تقراوا فيها. لذلك ننصحكم كملوا الفيديو للاخر. بهي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هي معهد يعمل دراسات باش يخلينا نفهموا اكثر سوق الشغل، والمعيار اللي اختاروه باش يرتبوا المؤسسات الجامعيه هو مده الانتظار باش تحصل على اول خدمه، معناتها بعد ما تخرجت قداش قعدت باش تاخذ اول خدمه وتدخل الى سوق الشغل. خذوا 10000 طالب تونسي من مختلف المؤسسات الجامعيه ومختلف التخصصات وحسبوا المعدل نتاع مده الانتظار باش ياخذوا اول خدمه، معناتها معيار الترتيب بكل بساطه هو شنو ما احسن الجامعات اللي تضمن لك خدمه في 2019. يلا نبداو الترتيب، اول تخصص واحسن تخصص تنجم تشيله في تونس واللي هو واضح وضوح الشمس اللي هو الميدسين. يظهر لي في تونس نعرفوا اللي الميدسين اكثر تخصص فيه خدمه مضمونه، هذاك علاش فاكولتي ميدسين دو تونس فيها اقل مده انتظار، يعني اقل من شهرين والمتخرج منها يلقى خدمه طول. لكن هذا ما يجيش بالسهل، بالرسمي الميدسين قرايتها صعيبه ومش اي واحد يستحمل التمحريث وسهر الليالي والتعب، قليل اللي تقبل وقليل اللي يبقى خاصه بعد 7 سنين. هذاك علاش فاكولتي ميدسين دو تونس هي في المرتبه الاولى، وفي المرتبه الثالثه هي فاكولتي ميدسين دو سوس. اما في المرتبه الثانيه كاحسن تخصص، في المرتبه الثالثه كاحسن مؤسسه جامعيه هي التي بي اس. الفاك هذه تستحق كل التشجيع والاحترام، خاطر من المؤسسات الجامعيه الببليك القليله اللي ناجحه، وبالرغم من انها ما عملتش 10 سنين من اللي تحلت، الفاكولتي هذه وصلت للتوب 2 من احسن الجامعات في تونس، وهي الوحيده في تونس اللي تقري باللونجلي وتقري بسيستم امريكان. تقرا وتاخذ البكالوريوس في الاعمال في عده اختصاصات كيما الفاينانس، اكاونتنج، بزنس اناليتيك، انفورميشن تكنولوجي، انترناشونال بوليتيكال ايكونومي، فيها برشا تخصصات. لذلك كان عندكم الفرصه انكم تقراوا في الجامعه هذه بالرسمي ما تفلتوهاش. ومن بعد نمشيو لثالث احسن اختصاص في تونس وهي الدراسات الهندسيه. المهندس وخاصه المهندس في مجال الاعلاميه والتكنولوجيا الشركات تتخاطب فيه خطفين، وفي 2019 خدمتك تنجم تكون مضمونه، خاطر المستقبل يعتمد على التكنولوجيا. هذاك علاش الدراسات في المجالات الهندسيه هذه نجم تقول هايله وهايله برشا للمستقبل نتاعك. مؤسسات جامعيه كيف الانسات اللي هي في المرتبه الرابعه كاحسن جامعه في تونس، مش في مستوى دراساتك هو، اما في الانشطه والحياه الطلابيه اللي اكتف وديما حركه وديما فما نشاط في الانسات. وزاد ثم مؤسسات عريقه تخرج في مهندسين في تونس كيما البوليتكنيك، كيما السيبكوم، كيما لينيت، اللي لازمك تتعدى بالبريبا باش تمشي لهم. هذوما كل فاكيت عامله اسم في تونس وخارج تونس وقاعده تخرج في طلبه مطلوبين في سوق الشغل. وتوا جا الوقت باش نحكيو على الـ HEC كرابع احسن اختصاص وخامس احسن مؤسسه جامعيه في تونس. ويظهر لي الـ HEC ما تستحقش لا تقديم ولا تعريف. والحاجه اللي تعجبني فيها اللي هي كيف تي بي اس وكيما الانسات الحياه الطلابيه فيها حاجه هايله على الاخر. فاك الطلبه فيها حيه وخدامه ويحبوا ينشط. ونجيو لاخر جامعه باش نحكي عليها في الترتيب وهي ليزاتكوم. التخصص نتاعها هو انفورماسيون دو تيليكومونيكاسيون، والمتخرج منها يلقى خدمه في اقل من 6 اشهر. وهوني نكون كملت احسن 5 تخصصات جامعيه في تونس، لكن الفيديو ما يقفش هوني. اول حاجه خلينا نقول راني ما حكيتش على التخصصات الكل وعلى الجامعات الكل في الفيديو هذا. وكان تحب تشوف المؤشر نتاع الجامعه نتاعك حسب الدراسه هذه، ما عليك كان تشوف اللينك في الديسكريبسيون وتعمل عليه طلب. فيها معلومات تخليك تفهم اكثر سوق الشغل في
تونس والمؤسسات الجامعية اللي عنا، وبرشا أرقام كيما أكثر من 65% من العباد المتخرجة من الجامعات في تونس تقعد أكثر من عامين باش تلقى خدمة. برسمي دراسة تنفعكم على الأخر باش تفهموا واقع التعليم الجامعي في بلادنا، لذلك نعاود تلقاو اليان في الديسكريبسيون تاع الدراسة هذه. باهي زعما كان ما قريتش الميدسين وقال الهندسة مصيرك الفشل، زعما كان ما دخلتش الجامعة من الجامعات الأولى في تونس مستقبلك ضاع. لا وألف لا، صحيح كي تمشي لجامعة قوية فرص النجاح متاعك تكون أحسن، لكن كي تبدأ مغروم بدومين معين مهما كان ضعيف نجم تألق في الدومين هذا. أقعد مع نفسك، أعرف روحك وأعرف شنو هو الاختصاص اللي يساعد مهاراتك وشخصيتك. أقرأ ولوج على متطلبات الشغل في 2019 ولوج معلومات أكثر على الجامعات في تونس. اسأل عباد قرات في الدومين اللي تحبه وتعلم من تجربتهم. نجم نقعد هوني من وراء الكاميرا ونعطيك كلام فضفاض وكلام كبير ونقول لك سكر وذنيك وغمض عينيك وتبع غرامك وما يهمك في حد، لكن وقتها نكذب عليك، نحبك واعي وذكي وتلوج على الشقيقة والرقيقة. أعرف روحك على شنو قادم واختار بذكاء الحاجة اللي تحبها والمغروم بها والحاجة زادة اللي تنشحك، خاطر هذا مستقبلك بين يديك وانتي سيد القرار. توا بعد ما سمعت كلامي في الفيديو قولي شنو اللي يمنعك انك تبرتجيه مع اصحابك، شنو اللي يمنعك من انك تنشره مع اصحابك وحبيبك باش المنفعه تتنشر. قولولي في كومنتير لو تجاوبكم على السؤال هذا، شنو احسن فاك في تونس عندكم ولا شنو الفاك اللي انا ما حكيتش عليها في الفيديو هذا. ما تنسوش باش تعملوا لي فولو على انستغرام خاطر فيه اكثر فيديوهات واكثر نصايح. يلا فاش تستناو، وتو كان عجبكم الفيديو اعملوا جيم، فرجوا الفيديو اللي فات من هنا، وتو معليا نقول لكم كان السلام، نشوفكم في الفيديو الجاي. يلا تشاو.